سمعت آخر نكتة؟ الحلقة دي غريبة واستثنائية، الشعب المصري طول عمره ابن نكتة، علشان كده كل الرؤساء كانوا بيهتموا بالنكت جدا، وده بسبب الطموحات العالية اللي رسمها للشعب، وفي الآخر كله طلع على مفيش، والضباط الأحرار شالوا البشوات وبقوا هم بشوات، ولأن محدش كان بيقدر يفتح بقه في الوقت ده. يعني انت تعرف آخر نكتة بس ما تعرفش مين اللي ألفها؟ قال له عايش على الستر، مش كل حاجة تسمعوها تنكتوا عليها، علشان يبدأ عصر جديد من النكت. احدفي لي العصا وزببت الصلاة. قال له سأل الحمار، يقول لهم لا دول مغبرين، يستقيموا أو لا يستقيموا مش نفع لهم صلاة. وكانت صورة البقرة في الإعلان شبه ضحكة مبارك شوية. العفريت عمل كل ده من مصروفه؟ فقال له ده عبد الناصر، وده السادات، وده حسني مبارك. يا حمار ده أبو علاء بيه، وبيأكد لكم إن السلطة في مصر لم ولن تورث بعد اليوم. فقال له ما تخافش يا أخويا، كل الحرامية موجودين هنا. كنت معاكم ريهام عياد، وأتمنى تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام.